هلا حبايبي، شو نصحتكم؟ اليوم جاي احد غابات عباسابات، اكو منطقة في مازندران اسمها يعني مدينة اسمها عباسابات، فبيها كم غابة معروفة. هاي غابة اسمها دانيال. مدينة عباسابات بيها بحر ومناطق حلوة، وخصوصا غابات، تقريبا 3-4-5 غابات موجودة فيها اللي كلش حلوات. هاليوم يوم السبت، وان شاء الله انزل المقطع نفس اليوم خاطر تستمتعون. هاي انفرد حية عبرت منا، ما قدرت اصورها. شفتوا دشت بالصخرة. هاي منطقة صخرية قريبة من النهر.